السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة أسباب تفاقم وباء الكوليرا وقرار تحالف الانقلاب منع المنظمات الدولية من مكافحة الوباء. أقرت مجموعة عمل تابعة لتحالف الانقلاب عدم جدوى تنفيذ أي حملة لقاحات للكوليرا في المرحلة الراهنة. جاء هذا القرار بالتزامن مع وصول طائرة شحن تابعة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي إلى مطار صنعاء تحمل مساعدات علاجية بينها لقاحات وأدوية خاصة بالوباء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تبعات عدم سماح الميليشيا للمنظمات الدولية بمكافحة وباء الكوليرا؟ وهل تتمكن الجهود الدولية والمحلية من تلافي انتشار الوباء الذي تحول إلى كارثة إنسانية؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. من لم تصل إلى مناطقهم الحرب وصلت إليهم تبعاتها الكارثية، أمراض وأوبئة عديدة أصبحت تميز اليمن عن غيره من البلدان. فإلى جانب أزمة نقص الغذاء والأدوية والمياه الصالحة للشرب، يعود وباء الكوليرا ليشكل الهاجز الأول لمعظم السكان. أرقام وإحصاءات دولية لا تتوقف عن واقع الكارثة المرضية التي أصابت جميع المناطق أمام إهمال في استيعاب حجمها وتعطيل لكافة الجهود الدولية لتلافيها. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن حصيلة الوفيات جراء الوباء وصلت إلى 2134 حالة منذ أبريل الماضي. التقرير الأخير للمنظمة قال إن محافظة حجة هي الأولى في عدد الوفيات، في حين لا تزال محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء القابعتان تحت سيطرة الميليشيا الأكثر من حيث عدد الإصابات. لا تتوقف مشكلة الكوليرا عند الارتفاع في أعداد الإصابة فحسب، بل إن الأسباب أصبحت تعود إلى عدم السماح للمنظمات من تأدية أعمالها في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى التلاعب في المساعدات، وهو الأمر الذي عقد من إمكانية السيطرة على الوباء. في الجديد، أقرت مجموعة عمل تابعة لتحالف الانقلاب عدم جدوى تنفيذ أي حملة لقاحات للكوليرا في المرحلة الراهنة، الأمر الذي اعتبره صحيون بمثابة خلق كارثة جديدة فيما يخص عرقلة جهود التخفيف من الوباء الذي بات يهدد اليمنيين أكثر من أي وقت مضى. هذا القرار جاء بالتزامن مع وصول طائرة شحن تابعة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي إلى مطار صنعاء تحمل على متنها 85 طناً من المساعدات العلاجية بينها لقاحات وأدوية خاصة بالكوليرا. منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت في وقت سابق أن الجهات المسيطرة على مطار صنعاء أحبطت مراراً وتكراراً الجهود الإنسانية لتوفير اللقاحات، ومنها اللقاحات المخصصة للأطفال، ورفضت أكثر من مرة السماح لطائرات تحمل لقاحات بالهبوط في صنعاء، ونهبت شاحنات تبريد وفرتها الوكالات الإنسانية للقاحات. يقف اليمنيون عالقين في حرب لم تتوقف وأزمات إنسانية لا حصر لتبعاتها، وبين هذا وذاك تتقلص فرص نجاتهم وتتسع أمامهم دائرة المأساة الإنسانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع السيدة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي. مرحبا بك أستاذة ريم. مرحبا، أهلا بك أستاذة ريم. في البداية، مناطق جديدة وضحايا يتزايدون في اليمن كل يوم بسبب الإصابة بوباء الكوليرا، إلى أين تمضي هذه الكارثة؟ طبعا هو وباء الكوليرا هو من الأمور المعقدة جدا التي تعقد المشكلة الإنسانية في اليمن، فهناك حاليا أكثر من 750 ألف شخص مشتبه في إصابتهم بمرض الكوليرا، وهو رقم كبير جدا. هناك حتى الآن ومنذ أبريل الماضي حوالي 2000 شخص يعني فقدوا حياتهم يعتقد بسبب مرض الكوليرا أو المضاعفات التي يسببها. طبعا المشكلة الإنسانية في اليمن كما قلت هي مشكلة مركبة، الأسر تعاني كثيرا تحت ظل ظروف صعبة لعامين ونصف. الآن هناك حرب دائرة أدت إلى أن هناك أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. طبعا مرض الكوليرا بالإضافة إلى
نقص الغذاء الشديد، نقص المياه النظيفة، يؤدي إلى يعني خاصة في الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب الأمراض المعدية. نعم. والمرض الكوليرا الذي يقضي عليهم يعني. نعم. في الحقيقة هناك الجهود أطفال. نعم الجهود التي قمتم. نعم. بها أنتم في برنامج الغذاء العالمي أستاذة ريم ما هي؟ طبعا برنامج الأغذية العالمي في الشهرين الماضيين كان بنجاح شديد، وصل إلى أكثر من 6 ملايين شخص هذا في الشهر الماضي. في الشهر أغسطس الأرقام تؤكد أن برنامج الأغذية العالمي وصل بمساعداته إلى 7 ملايين شخص حول اليمن. كذلك يهدف البرنامج إلى زيادة أعداد الأطفال والنساء الذين يستفيدون من التدخلات التغذوية التي من شأنها الحد وعلاج سوء التغذية المتوسط. نعم. البرامج والخطط الآن المطروحة مستقبلا أستاذة ريم بالنسبة أنتم لكم في برنامج الغذاء العالمي، ليس في مجال الكوليرا فقط ولكن حتى في الجانب الغذائي كما تحدثتين، يعني ربما يعني 50 إلى 70% من اليمنيين يعانون من نقص شديد في الغذاء. نعم طبعا هو حاليا يقوم برنامج الأغذية العالمي بمساعدات طارئة في اليمن، فنحن نتحدث عن قرابة 7 ملايين شخص في حاجة إلى المساعدات الغذائية بصورة شهرية. طبعا برنامج الأغذية العالمي يوفر هذه المساعدات، ولكن نظرا لنقص التمويل الشديد الذي يعاني منه البرنامج، فنحن يعني التمويل حوالي النصف فقط حتى نهاية هذا العام. نظرا لنقص التمويل الشديد يترتب على برنامج الأغذية العالمي ترتيب أولوياته، فهناك العائلات الأكثر احتياجا خاصة العائلات الذين لديهم أطفال دون سن العامين معرضون لخطورة لخطر سوء التغذية. هؤلاء العائلات هم الذين يستفيدون من حصص غذائية تغطي 100% من احتياجاتهم الشهرية. أما النصف الآخر من المستفيدين فتكفي الحصة الشهرية حوالي 60% من احتياجاتهم. ما رأيت في اليمن هو أن هناك عائلات فقدت موارد الرزق الأساسية لها. نعم. هناك عائلات بالكاد يكون دخلها في الشهر حوالي 15,000 ريال إلى 20,000 ريالا يمنيا، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بأن يعني المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي هي يعني نصف هذا المبلغ تقريبا. نعم. هل تواجهكم أستاذة ريم تواجهكم أي معوقات في تقديم المساعدات بالنسبة لطواقم البرنامج العالمي برنامج الغذاء العالمي في اليمن؟ طبعا يعتمد برنامج الأغذية العالمي على الشركاء الذين ينفذون عملياته حول اليمن، الذين يقومون بالتوزيع حول اليمن. هناك مراقبين من برنامج الأغذية العالمي، ولكن هناك بعض المناطق التي لا يستطيع الوصول إليها البرنامج ويتولى عنه التوزيع الشركاء. طبعا المشكلة في اليمن هي مشكلة بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، هي مشكلة نقص التمويل، وكذلك هي مشكلة سهولة التنقل وسهولة الوصول. فهناك العديد والعديد من نقاط التفتيش، هناك أحيانا تتأخر الشحنات بسبب أنها يعني نحن نستخدم الطرق، وهذه الطرق بعض منها تأثر بالحرب. هناك كما ذكرت نقاط التفتيش، فأيضا يعني كذلك هناك صعوبات في إدخال المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية المختلفة، فهذا كله من شأنه أحيانا تأخير الشحنات التي تصل إلى اليمن التي يقوم بتوزيعها برنامج الأغذية العالمي. فطبعا نحن نحتاج إلى التمويل، ونحتاج من كل أطراف الصراع تسهيل مهمة برنامج الأغذية العالمي تسهيل. نعم. التنقل، تسهيل الطرق، كل هذه الأشياء.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم إلينا الآن من القاهرة أيضا الأستاذ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ علي. في البداية الآن، ربما الميليشيا أقرت بعدم التعامل والسماح لهذه المنظمات التي جاءت ببعض المواد الإغاثية خاصة في مرض الكوليرا، برأيك أنتم الآن في الوزارة كيف ستتعاملون مع هذا الرفض للمنظمات التي تحاول تقديم ولو شيء اليسير لليمنيين في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس، هم دائما حاضرين في القطاع الصحي. أشكر القائمين على القناة وكل الصحفيين والإعلاميين في هذه القناة. حقيقة الميليشيات ليس مستبعد منها ولا قريب عليها أن تقوم بما تقوم به حاليا. هي منذ أن اجتاحت العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وهي مستمرة في العبث في جميع المؤسسات وبالأخص المؤسسة الصحية. شردت الكادر الصحي، طردت مدراء الإدارات والفنيين، منهم من اعتقل ومنهم من شرد، وأتت بناس آخرين ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية لا من قريب ولا من بعيد، فقط إنهم ينتموا إلى هذه الميليشيا ولا هذه السلالة، بمساعدة من ميليشيا أيضا ميليشيا صالح في ذلك. الميليشيا مارست عدة ابتزازات للمنظمات الدولية، ونحن طالبنا المنظمات الدولية من أعلى مستوى من قبل فخامة رئيس الجمهورية، طالب المنظمات الدولية ودولة رئيس الوزراء ونحن كذلك وزارة الصحة العامة والسكان، أن ينقلوا فروعهم مكاتبهم الرئيسية للعاصمة عدن، وسيجدوا كل التسهيلات الإدارية والفنية والأمنية بالعاصمة عدن، ونحن مسؤولين عن جميع محافظات الجمهورية، ومن العاصمة عدن سيوزع لجميع محافظات الجمهورية عن طريق هذه المنظمات، وتكون لها فروع في 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 صنعاء وفي محافظات أخرى لتقوم بدورها. لكن هذه المنظمات لا زالت تتعامل مع الميليشيات بأنه يعني كل التعامل يظل عن طريق الميليشيات. نحن في العاصمة عدن نسهل لهم كل الإجراءات، ومع هذا تعاملهم يعني معنا كحكومة بطيء جدا. مثلا على سبيل المثال، نحن الآن ندشن الحملة الوطنية للتحصيل اللي ستكون إن شاء الله يوم 9 من الشهر القائم من الشهر الحالي، لكن الميليشيات اختلفت مع عدد من المنظمات ومصرين بتأجيلها، ونحن عملنا رسالة رسمية للمنظمات الدولية أنه نحن في المحافظات المحررة، وهي 13 محافظة، على استعداد للقيام وتدشين هذه الحملة كوننا جاهزين وقد تربنا الكادر الصحي في جميع هذه المحافظات. نعم أستاذ علي، هذه المنظمات هي ما تزال تتعامل مع الميليشيات. نعم أستاذ علي، هل فعلا الآن لا زال وباء الكوليرا ينتشر بصورة كبيرة مثل ما كان في السابق؟ لأن الكثير يتحدث بأن ربما المرض بدأ يختفى، عفوا المرض بدأ يختفي ولم يعد بذلك الخطر كما كان في الأيام الأسابيع الماضية. هو حقيقة بذلت جهود كبيرة جدا من قبل الحكومة، مثلا بمؤسسة الرئاسة والحكومة، و بدعم سخي من الأشقاء في مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة العليا اللجنة العليا لإغاثة الكويتية، جميعهم قدموا لنا دعم سخي. استطعنا نحن في وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعدم أن نحتوي انتشار الوباء في كثير من محافظات الجمهورية. منذ بداية سبتمبر حالات الوفاة تسجل حالة إلى حالتين إلى 3 حالات في اليوم، مع ذلك هو مؤسف، لكن كان في السابق في شهر يونيو وشهر مايو سجلنا 60 حالة باليوم. حالة الشفاء في المستشفيات وصلت إلى يوم أمس 97.7% من الشفاء في عدد الحالات اللي توصل للمستشفيات، لكن لا يزال الوضع مقلق، لأنه اللي تقامت به الوزارة والحكومة وكذلك مع المنظمات الدولية كان تركيز على العلاج، ونحن نطلب من المنظمات الدولية بالشراكة مع الوزارة، مع وزارة المياه والنظافة وصندوق النظافة والمؤسسات السلطات المحلية، أن نركز على موضوع المياه والصرف الصحي وشبكات المياه، لأنه هذه هي مسبب رئيسي لانتشار الوباء، ونخشى من موجة ثالثة لا سمح الله. نعم، ربما هذا هو الأهم أستاذ علي، لكن أيضا الآن هذه المنظمات لماذا تصر على أن يعني
تجلب مثل هكذا الأدوية فقط ولا تحاول أن تعالج سبب المشكلة حتى لا تتفاقم مرة أخرى؟ هو في مشاريع قادمة من مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية المكرمة التي تقدم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 66.7 مليون دولار، جزء منها سيروح لليونيسف وإن شاء الله أننا لموضوع المياه والصرف الصحي، ونطلب منهم المنظمات الدولية أن تركز على موضوع الصرف الصحي. أما موضوع العلاج نحن عندنا والحمد لله أدوية كافية، ولكن برضو الوضع لا يزال قلق، وبأي لحظة نخشى لا سمح الله تعود لنا موجة ثالثة. جهود كبيرة بذلت من قبل وزارة الصحة العامة والسكان وكوادر الوزارة في جميع محافظات الجمهورية رغم الظرف والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد والوضع والقطاع الصحي بدرجة رئيسية، حيث أنه 55% من القطاع الصحي دمر، لم يتبقى إلا 45% واشتغل بشكل جزئي بسبب ما قامت به الميليشيات. نعم، طيب أستاذ علي نشارك معنا في الحديث من محافظة ريمة عضو المجلس المحلي الأستاذ محمد الجرادي. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا، حياك الله. بداية أستاذ محمد، هل يعني فعلا الآن بدأ ينتشر وباء الكوليرا في محافظة ريمة، وأيضا الإحصائية الأخيرة لديكم؟ بالنسبة لمرض الكوليرا طبعا هو بدأ قبل تقريبا 5 أشهر وكان مقلق جدا، يعني الحالات كانت كثيرة ومقلقة، لكن في الوقت الراهن يعني خفت حالة الكوليرا، ما عاد يعني ما يتعلق مثلا بمدينة التلفية اللي يقطن فيها، يعني تظهر حالة هكذا يعني في بعض القطع. نعم، أما يعني كما كان في السابق ما عاد، الحمد لله. نعم، طيب أستاذ علي، عفوا أستاذ محمد، الآن إذا أهم الاحتياجات أنتم لكم في محافظة ريمة ما هي بالنسبة للجانب الصحي؟ أخي الجانب الصحي في محافظة ريمة متدهور جدا، يعني إذا كان الجانب الصحي في ظل وجود حكومة ومسؤولين وأجهزة ومؤسسات يعني كان متدهور، ما بالك اليوم يعني. فأقول لك يعني بأمان أن الوضع الصحي في محافظة ريمة متدهور جدا جدا جدا. نعم، هل تصلكم يعني أي معونات؟ القائمين على العملية على الإدارة الصحية يعني كانوا يعني لم يؤدوا واجبهم ايام كان في اعتمادات وكان في يعني مؤسسات مرتبات، ما بالك بانه يؤدوا واجبهم اليوم يعني. نعم، للاسف الشديد يعني هناك غياب كل. طيب استاذ محمد، المنظمات الدوليه، استاذ محمد، المنظمات الدوليه التي تدعم هذا الجانب سواء اليونيسف او الغذاء العالمي او غيرها من المنظمات العامله محليا، هل تصل الى محافظه ريمة اي معونات غذائيه طبيه؟ والله يا عزيزي وصلت يعني قبل فتره، يعني قبل حوالي 3 أو 4 أشهر وصلت يعني معونات بسيطه، يعني محال ورديه لا اقل ولا اكثر، كل من المحال ورديه يعني لم تفي بالغرض. اما ما دونها يعني جابوا بعض الـ يعني الصوابين وبعض الـ يعني الاتايت يعني بسيطه جدا ولا تتاجر يعني تذكر يعني. نعم، ما دونها لم تاتي المنظمات، نسمع يعني نسمع من المنظمات، لكن نشاهد ان هناك معونات او مساعدات علاجيه او غذائيه للمرضى او للبسطاء في المناطق النائيه الفقيره ما في. نعم، المراكز الصحيه التي تقصدونها استاذ محمد في محافظه ريمة هل لا زالت تملك ولو ادنى يعني ادنى الاحتياجات للامراض الذين يقصدون هذه المراكز، ام اصبحت غير مؤهله وغير يعني وغير ذي جدوى يعني تنفع من يقصدونها للطلب العلاج او لمكافحه اي مرض يطالهم؟ اقول لك يعني هناك عاملين صحيين مخلصين وامناء يناضلوا بجهود يعني فرديه في ظل غياب امكانات دعمهم سواء علاجيه او امكانيات ماديه، يعني تصور العمل الصحي في مناطق يعني فقيره وينعدم فيها الضبط مقومات الحياه، يعني لا يتقاضى مرتب، لا يتقاضى مساعدات، لا يتقاضى، ومع ذلك يقوم بواجبه الانساني يعني بجهد تطوعي فردي. نعم، اذا اشكرك. في ظل غياب جهات مسؤوله وغياب ايضا منظمات داعمه. نعم،
أشكرك جزيل الشكر عضو مجلس المحلي في محافظة ريما الأستاذ محمد الجرادي، كنت معنا من هناك. وعودة إلى الأستاذ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. أستاذ علي، ربما سمعت نموذج من النماذج التي تعاني فيها مثلا محافظة ريما، ويشتكون لعدم توفر أي إمكانات وعدم اهتمام لا من المنظمات الدولية ولا من الحكومة الشرعية ولا من الانقلابيين. حقيقة نحن في الوزارة الدعم الذي وصلنا، المساعدات الذي وصلتنا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهي 550 طن من الأدوية الخاصة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا، وكذلك ما يزيد عن 100 طن من الهلال الأحمر الإماراتي ومن اللجنة العليا للإغاثة الكويتية. تم الاتفاق مع المركز في العاصمة عدن بيننا وبين المركز أن تسلم حصة المحافظات التي تخضع لصدمة الإنقلاب إلى مكتب منظمة الصحة العالمية، كون انه ليس لدينا ثقه بالقائمين على وزاره الصحه في صنعاء كونها من ميليشيات الانقلاب، وبالتالي سلمنا 53% من الادويه لمنظمه الصحه العالميه وهي تولت توصيلها الى هذه المحافظات. انا سمعت التقرير الذي وصل من الاخ عضو المجلس المحلي، بكل تأكيد بداية الأسبوع القادم إن شاء الله سأطلب من الأخوان في منظمة الصحة العالمية استفسار عن ذلك، عن موضوع محافظة ريمة، وأريد منهم تقرير عن ما أوصلوه لمحافظة ريمة، لأن ما سمعته منه حقيقة أزعجني. وأنا عندي ثقة بمنظمة الصحة العالمية، كلنا ثقة فيهم أنه سيظهر لكل المحافظات، لكن مع هذا سنطلب منهم استفسار عن موضوع محافظة ريمة. نعم، إذن سؤال أخير أستاذ علي الآن، هل يمكن الآن أن تعولوا أنتم في وزارة الصحة على هذه المنظمات، أم ما هي الجهة التي ربما أنتم تعولون عليها بشكل رئيسي وكبير من أجل يعني مساعدتكم في تغطية هذا الاحتياج الكبير سواء في الجانب الغذائي الجانب الصحي بشكل عام؟ والله نحن حقيقة الحكومة بتبذل جهود كبيرة جدا. دولة رئيس الوزراء في بداية الموجة وجه بصرف 400 مليون ريال لمحافظة أبين عدن لحج الضالع، يومها كانت الموجة الشديدة جدا في هذه المحافظات، وهذه المبالغ ساعدت في احتواء انتشار الوباء، ونحن يعني كحكومة نبذل جهود كبيرة جدا بالتنسيق مع الأشقاء في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كذلك الهلال الأحمر الإماراتي، أيضا المنظمات الدولية، كلهم عامل مساعد لنا كوزارة، لكن الدور الكبير والدور الرئيسي إخوة يترتب على علينا كوزارة، لأننا مسؤولين عن كل محافظات البلد، ليس عن عدن أو عن تعز أو عن مأرب أو الجوف، كل المحافظات مسؤولين عليها، وأبلغنا ذلك لجميع المنظمات الدولية أن أي تعامل معها في هذه المحافظات جميع محافظات الجمهورية يكون عن طريق وزارة الصحة الشرعية، ولن نقبل أن يكون التعامل مع سلطة انقلابية، وفي الأخير أنه تتحمل المسؤولية هي الوزارة الشرعية. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الصحة الأستاذ علي الوليدي، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا لعضو المجلس المحلي محمد الجرادي كان معنا من ريمة، وكذلك الشكر للمتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندى. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني حتى الملتقى في حلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.